Well, أهلا وسهلا إنت موجودين من أول تاني شوية صعوبة مع الإنترنت لكن برضو ربنا يساعدنا. دي أحد الفرص الجميلة جدا إن إحنا نتدرب على التواصل من خلال الإنترنت ويعني نتحمل التغيير في الإنترنت والحاجات اللي زي كده، لكن بنعمة الرب هنخرج من التحدي ده منتصرين وهكون بنتعلم أكتر. يا رب نشكرك من أجل هذا الوقت الرائع جدا إنك أنت يا رب بتجتمع معانا بالروح. نشكرك يا رب لأن شركتنا هي في الروح، حتى لو إحنا مش جنب بعض في الجسد لكن إحنا في الروح. أشكرك يا رب لأنك أنت، أنا عن نفسي منتظر إنك تتكلم إلي، وأنا وكارو منتظرين إنك أنت تستخدمنا كقناة في إيديك وكبوق في فمك، إنك نتكلم بكلماتك ونقدر نتطور. هللويا، أهلا بكم مرة تانية، وأهلا بالناس اللي قدرت توصل معنا على فيسبوك. وحنبتدي مع ماما كارولين إنها تكمل تأملاتها في سفر الرؤيا، وأنا واثق إنه الروح القدس يقدر يتواصل معنا بطرق متعددة وبطرق مختلفة. تفضلي ماما كارولين. الترنيمة اللي دايما بي، أو مش دايما لكن كتير بيجي ليا، رحمتك أفضل من الحياة، من الحياة. بمعنى العهد اللي أنت عملت، الحب بتاع العهد لينا حاجة غير عادي فعلا. حبك يا رب، الحب بالعهد اللي أنت اديت لينا فعلا أجمل حاجة في حياتنا، أكثر من الحياة حرفيا. في دلوقتي أنت يا رب ادي معنى للحياة. شكرا يا رب. أنت بتدي الجودة، شكرا. النوع الحب اللي مش بدور على نفسها لكن بيدي خير لحد تاني. حقيقي. الحب اللي بيستمر حتى لو في ظروف صعب، حتى لو شخص تاني وقت في وسط الطريق، يا رب أنت عارف إزاي يرفعنا تاني. أشكرك يا رب. أشكرك عشان في وسط الوقت اللي إحنا فيه، هللويا، إحنا مميزين إن أنت عملت عهد معنا بتكلفة الحياة رب يسوع المسيح، بتكلفة الراحة بتاعه. أشكرك يا رب عشان أنت ما كنتش بتركز على نفسك، لكن كنت بتركز على هدف أبوك والمجتمع، المجموعة الناس اللي أنت تجيب لنفسك بسبب المجهود اللي أنت بالعالم بتاعك. أشكرك عشان أنت، شكرا يا رب، شكرا على العرش فعلا، متصلب الخروف، الشخص هاليلويا اللي بازل نفسه. يعني دي الصفات، أكثر صفات اللي الرب اختار عشان أعلن عن يسوع المسيح. الحامل اللي كان كامل بسبب قلبه، واتجاه قلبه كان مزبوط بسبب ان هو سمع كل كلمة من أبوه وعملها بالأسلوب كامل. وحتى الموت انت عشت أجل الهدف الآب وأجلينا عشان إحنا نعيش مع بعض الأبد. الريس عظيم اللي فكر مش عن راحة بتاعه أصلا لكن على عروسة بتاعه، على أبوه، ونعبدك أنت. عايزين نكون زيك أنت يا رب. أيوه، عايزين مجدك. في سفر الرؤيا أيوه بيعلن إن الحروف الحامل الله كان الوحيد مستحق إنه يفتح السفر اللي كان مقفول وحده. هو الوحيد اللي بيقدر يواصل
خط او تكامل خطة الله على الارض وعلن لنا الخطة ايه. حتى السفر الرؤيا بيكلم خطة الله ايه في نهاية اللي ربها يعمل على الارض. هنلاقي ايه هو بالشهادة بتاعه بيقول لنا اسرار الله. حاجات لناس تاني من في معدي في الماضي ما كنتش عارفين كان بيحس حاجة في حاجة لكن ولا حد فاهم اللي رب كان عايز. لكن في سفر الرؤيا ربي بيدي اسرار في خطة بتاعه وهو هيعمل ايه. الجدول مش موجود, هو مش هيقول لنا امتى بالضبط اللي هو عمل, لكن هو بيقول لنا هو هيعمل ايه على الارض. وبرضه لو قال لنا كل حاجة مش محتاج للإيمان. اه احنا محتاجين ان احنا نتكل عليه علشان هو بس يقول الاتجاه العام الجنرال دايركشن وبعد كده التفاصيل واحنا ماشيين معاه. لان لو قلنا على التفاصيل مش هنمشي معاه, هنمشي على طول لوحدنا. الايمان وعد في الطاعة, لازم نفهم اللي مطلوب مننا. ولما احنا نصدق الشخص اللي بيقال اللي قال الكلام لينا واحنا نمشي بيه, احنا بنمشي بالايمان. ايمان من غير عمل ميت. لكن الرب يكلم لنا في السفر الرؤيا هو عايز يعمل الهدف بتاعه ايه, وإتنا ممكن وإيه اللي مطلوب الشروط اللي أنا لازم أحلي بالي منهم عشان أواصل الهدف, والنتيجة في الآخر هيواصلنا لإيه. نو في إصحاح 21 اللي كلمنا فيه أسبوع اللي فات, أنا عايزة راجع شوية اللي إتنا قلنا بسبب الخطة دي بيكلم عن الأورشليم جديدة اللي نازل من السماء. So عايز أكرر تاني شكله إيه عشان الأورشليم جديد شكلها إيه. صورة الحياة سماوي مع إنسان. الله واحد مع إنسان, وشكله إيه؟ هو وصلنا لإيه؟ أولاً الأورشليم الجديد السماوية مجموعة الناس مش حاجة حرفية, مجموعة من الناس, لكن مجموعة الناس اللي مربوطين مع بعض في الوقت الأحد. في مزمور 122 أداد 3 بيقول إن أورشليم بالإنجليزي it says it's compactly built together, يعني مبنية بطريقة جميلة انسجامية مع بعض, يعني منسجمة مع بالإنجليزي compact. compact ممكن يكون كلمة تاني أجل الأحد. يعني سو اللي بيربطهم مع بعض علاقة الأحد. لكن مش الأحد بمعنى اللي بتاعك بتاعي قوتي ليك. الموت عن حياة الذات. وبنقول الأورشليم السماوي مربعة الأبعاد بالضبط, بمعنى في التوازن كامل في كل حاجة, في كل الناس اللي رب متاج عشان يكامل دول هيكون الناس اللي هيكموا على الأرض تحت الرب. So أي حكومة يعني في كذا وزير مسؤولين عنهم, لكن كله مهم. مثلا إحنا نعمل إيه من غير الوزير الصحي دلوقتي؟ وزارة الصحة
لكن لأنها شايلة مسؤولية مهمة. مهم، لكن برضو متجين الوزيرة ال وزارة المالية. الفلوس، you know. وزارة المالية أو الاقتصاد. أو عملي من غير الجيش اللي بيشيل كذا. وزارة الداخلية. So كلهم الجمال وقوة بتاع أي حكومة الإمكانية لما يكون تحت رأس واحد بهدف واحد، لكن كله في أدوار مختلفة بتاعهم. Now الربع عنده مجموعة ناس كده اللي عارفين كله عارف دور بتاعهم وبيقدر يشتغل مع بعض. في أورشليم جديد بيقول إن في كل الباب لؤلؤة باسم حد اللي كان بيقود صفر tribe. لكل سبت. So the insane mind. أسماء الأسباط الاثناشر. اللي كان بيقود بمعنى عيلة كبيرة. لها قائد. So في حد يخش في المدينة لازم يخش عن طريق حد اللي بيقود مع عيلة كبيرة. لو إحنا بيش بكلم على الأسرة تبية هذا بدم إنسان، لكن مجموعة ناس اللي ربي يحط مع بعض. ربي يحط ناس مع بعض في بحسب دم يسوع المسيح، حسب الحكمة بتاعه. وإحنا لازم نميز رب عايز يحطنا فين في وسط مجموعة الناس بتاعه. أورشليم سماوي من الله أصلا، وكل الحتة بتاعه من تفاصيل بتاعه هو، مش بتاع إنسان، بتاع الله ذهبي. الأساس الكل السور الحمية حول المكان الرسل. مش بيقول التعليم بتاعهم بس، لكن الناس نفسهم زي السبت، لكن في برضو الرسول في أساس في أعمال الرسل الاثنين اللي بيكلم إن الناس اللي قم للرب كان بيستمروا في التعليم وشاركة الرسل. يواظبون كل يوم على تعليم الرسل والشركة والصلاة معهم. لكن مايز كانوا مع الرسل، كان في التعليم بتاعهم ومعهم هما، كان في شركة. مش شركة مع بعض بعيد من الرسل، لكن مع الرسل برضو ناس. وحتى في مكان تاني بيشرح الناس زي حجر غالي، كله لون مختلف، شكله مختلف، مش كل الرسل زي بعض. ده حتة الرب زي ما يعني كل شخص يعني إيده مختلف بالزبط. لكن حتى في بيت الرب الرسل مختلف حسب الهدف الإلهي، لكن كريمة غالية، حجارة كريمة وجميلة. ناس جميل زي كنوس. أورشليم سماوي طاهر، ما فيش حاجة ناقص فيها أبدا. الأفكار الناس طاهرين، كلهم طاهرين. حتى يسوع قال توبة اللي the pure heart، لأنقياء القلب، لأنهم هما إيه؟ يعينون الله، هيشوفوا الله. ولو إتنا مش طاهر في قلوبنا إتنا مش نشوف الله. لكن الناس الربع هيش بيهم وفيهم فيهم إلى الأبد طاهرين، بيمشوا في الحق، مش بيفكر في أي كذب، مش بيقول أي كذب، كله مزبوط. والمعرفة اللي موجود من أعلان الروح القدس، مش متجين نور الشمس أو القمر بسبب
فاهمة الحكمة اللي هما متجين مش من إنسان، مش من الطبيعة، لكن من الله. تخيل الحياة بكيادة الروح القدس. يعني حتى عندنا مثال شوية، معناه عامين اللي مش شايفين في الطبيعة هما ممكن يصرفوا بعمل حاجات كتير بسبب هما بيقدر يحس، بيقدر يحس محضر، حافظ مسافات. يعني في إمكانين هم برغم أنهم عامي، وأحيانا هم يركزين أكثر للأصوات معين أو يمكن أريها. لكن إحنا بكلم مش على حاجة طبيعة دلوقتي، لكن على تمييز روحي من أحد يتمد على الإعلان اللي بيجي من الله. Now ده واحد من التغييرات كبير اللي لازم حصل في حياتنا. لازم تحصل. إن إحنا نغير من ناس تامدين على فهم الحاجات الطبيعية بالعيان، معتمدين على الفهم بالعيان، للأسلوب اللي إحنا نفهم من كلمة الرب لينا. أحيانا كلام الرب لينا ضد الطبيعة. و حد اللي يعرف إله بيقدر يميز لما الصوت فعلا من الله، وخد خطوة اللي شكله مجنون لناس تاني لكن حاجة غير عادية لكنها من الرب. مثال جيد جدا، بطرس لما هو كان بيمشي على المية، الرب يسوع قال تعال، بمعنى ده أمر دلوقتي. لكن هو صدق كلام بسبب الرب يسوع قال الكلام ده. لما هو عمل كده هو عمل المستحيل. يعني أي حد اللي بيقدر يكلم عن الموضوع في الطبيعة يقول أنت مجنون، عملت ده ليه؟ أنا هو، لكن بطرس كان عارف لما الرب يسوع بيكلم يبقى في حاجة غير عادية لازم أعملها، أو يعني لازم تحصل كمان حاجات موجزية ممكن حصل، حاجة غير طبيعية. أي حد اللي يعيش، أي حد مسيحي اللي يعيش بس في الطبيعة مش روحي، هو عادي يعني طبيعي. لكن الرب بيطلب مننا نحن مش نعيش في الطبيعة بس، لكن حسب كلمته نحن نكون جاهزين في أي وقت نكسر المحدودية اللي احنا شايفين في الطبيعة عشان نسمع اللي ربي يقول امشي بطاعة. أي حد اللي بيمشي زي كده ربي يقدر يستخدمه تعمل معجزات لمجد الرب. So في أورشليم الجديد احنا هننقل من الأسلوب نمشي حسب العيان بس، ونمشي حسب كلمة الرب. ده حيكوننا للحرية انت ما دوناش لغاية دواتي. عشان أي حد اللي بيحرك في الروح في الأسلوب زي كده حر من برا، من جوه برا، بيقدر يعمل حاجات غير عادي. عشان كده احنا شايفين كذا صورة في الكتاب المقدس عن الناس اللي بيحرك في الروح هم بيطيروا. نسمع من عن ملايكة اللي عندهم أجنحة. ليه؟ عشان ناس اللي عندهم إمكانية يحرك في الروح، في هوا، في حاجة مش طبيعية للإنسان الإنسان بس. الناس في أورشليم الجديد هيكون بسبب ان هما فعلا عايشين في الروح القدس في نهر الله. هما هيكون مثمرين باستمرار، يطلع الثمر بتاعهم كل شهر، بمعنى دايما مثمرين. عندنا مثال في هارون
عصا هارون اللي أفرخت والتي يعني أفرخت. كان شكله ميت فاصل من الشجرة لما هو خطو قدام مخت الرب. والأصاير بتاع الباقي استمر زي كده، عصيان الآخرين ميتي ميت بتوع فرعون يعني من غير أي حاجة. لكن في مخت الرب الأصاير بتاع هارون عشان هو الشخص الرب اختار عشان عمل دور معين في كهنة آلي. الرب كان يتأكد إن هو الشخص اللي هو اختاره وهو مميز. He vindicated him. He يعني برره. اتأكد إن هو اختاره. إن هو خلي العصاير ده طلع الزهور ورق والزهور والثمر كله مع بعض في نفس الوقت. لو ميز مخت الرب بيعمل ايه في انسان عشان شجر رمز انسان. سو انسان في دور الرب يحطه فيه في روح القدس بيطلع الزهور الورق الامكانيه تستقبل قوه من الشمس ومن الميه. والزهور الجميله والوعد الثمر اللي جاي. شكرا يا رب. والثمر نفسه هذه جميله جميله. الرب عايز نحن كناس يكونوا مثمرين باستمرار. حتى اللي يعيش في الروح القدس حسب كلمة الرب بقوة الروح القدس مثمر معنى اللي هو فيه. هاللويا. وده اللي الرب عايز إتنا هنكون مثمرين. سو إتنا مش هنقعد في السحب ونرنم بس في السماء. إتنا هنكون تاني على الأرض والرب يحيي فينا. يعني في شغل. وإتنا يحيي فيه. إتنا هنعمل حاجات اللي هيطلع الثمر يشبع يساعدنا. يشبع قلب الرب. هاللويا. جميل. إتنا نخدمه ونعبده. هنشوف وجه الرب بمعنى هنكون في محضره المميز محضره. شكرا يا رب. و شكرا يا رب. مش عارف ازاي احنا نشوف وش وجه الرب الله اللي يروح، لكن يمكن بمعنى احنا هنميز اللي على قلبه. تخيل ان الرب يشارك معك حاجة على قلبه عشان انت ممكن تعمله. انا شايف دي فعلا سما على الارض. شكرا يا رب. انا بحس الرب يقول عايز ايه دواتي، وانا اقول ايوه يا رب انا ممكن اعمل حاجة دي اعملها بفرح بقوته. وبعد كده هو يكون فرحان وانا هدخل في فرحته. وكلنا يعني ملكوت الله البر والسلام فرح في الروح وسلام في الروح القدس نعيش به باستمرار. شكرا يا رب. في وقت ده. شكرا يا رب. هاليلويا. well دورنا نجيب حتى من السماء على الأرض. دورنا الرب عايز ان احنا نعرف ملكوته ماشي ازاي. ايه الحاجات اللي على قلبه، ايه المبادئ اللي هو بيمشي بيه، عشان في طريق واحد في المدينة دي. تخيل ما فيش مدينة تابية بطريق واحد، لكن ما فيش أي مدينة اللي كل الطريق مع ناس كتير زي كده وطريق واحد بس. لكن في أسلوب واحد اللي كل بيمشي أسلوب واحد قلب واحد داحب بمعنى بين الله أسلوب وشفاف. حياتنا في ملكوت الله إتنا بينه وبين بعض في شفافية. من العكس تماما من آدم وحواء بعد السقوط كان عايز يخبوا نفسهم من الله من بعض زعلانين من بعض. لا، هيكون في استرداد كامل لأ
علاقتنا مش مع الرب بس لكن مع بعض ومش خايفين من بعض. أي شيء اللي فيا حتى يعني ممكن يشوف أنا كده، ده اللي الرب خلاني نستمتع بالخير اللي في بعض. الموضوع الحياة هيكون واضح لينا في الروح. شكرا يا رب. So ده اللي الرب عايز يوصلنا ليه. هو عايز نتنا نعرف هدفه. نشتهي نعيش في الأسلوب اللي هو بيقول جميل. السماء مش مكان اللي انت تروح عشان تجيب أي حاجة اللي انت عايزك لنفسك. لو ده كان فكر بتاعك في خدع عليك. لكن السماء جميلة بسبب إتنا ما يزين الله مين عايز إيه، وعندنا الإمكانية نكون في إنسجام ما هو ونشارك ما في حاجات اللي هو عايز يعمل على الأرض، اللي حاجات اللي هو عايز نحن نعمل مع بعض. أيوه. نستمتع ببعض. نو مايز بعد كده يوحنا بدأ يكلم مع الملائكة اللي كان بيقودوا. So نركز دواتي على الإصحاح 22 من 6 لغاية نهاية الإصحاح. ويوحنا شاف الملائكة دي وفاكر إن الملائكة دي يسوع. بدأ يعبده. يسجد لي بمعنى عبده. والمركز بلاش 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 شاب كده أنا زيك. انظر لا تفعل لأني عبد معك ومع إخواتك الأنبياء الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. اسجد لله. أوكي لكن يوحنا مميز إن الشخص ده شكله مختلف خالص منه. هو كان بيفكر إن هو شكله زي يسوع اللي هو شاف في بداية السفر دي. Now, wow. بمعنى لما الرب بيكامل شغله فينا وإتنا نشارك نتعاون مع الرب عشان هو بيقدر يعمل اللي هو عايز يعمل فينا. بمعنى إتنا عن شكله حاجة مختلف خالص. هيكون شكلنا مختلف خالص. يعني هو إتنا هنكون في صورة يسوع. شكرا يا رب. هاليلويا. مختلف خالص. إيه الرجاء عظيم ده. هاليلويا. Now في حتة بسيط دي عندنا الكلام أنا I'm coming soon بالإنجليزي. أنا آتي سريعا. أنا آتي ها يعني ها. شوف خلي بالك يعني خد بالك أنا جاي سريعا. ده اتقال ثلاث مرات في حتة بسيطة دي. في عدد 7 اللي في 12 عدد 7 وعدد 12 اللي برضو في 20 في عدد 20 ثلاث مرات. نو أنا آتي سريعا. نو لما كلام اتكرر مرتين مهم جدا. ثلاث مرات لا يبقى مهم جدا للغاية. بمعنى هو عايز يوصلنا قد ايه ده الموضوع ده مهم. انا اجي سريع. اجي سريع بمعنى ايه؟ ممكن اقول يعني ايه اجي سريع؟ انت لسه بنستناك يجي من السماء هنا وتزبط الدنيا. لا لو عندك اسلوب افكار غلط. لكن الرب الله موجود. رب يرسل ناس ليك. الرب موجود يبدر يكلم معك بس وقت الصلاة في وقت العبادة في أي وقت هو عايز يكلم معك. لو هو خد خمار بالعام وكلم لي يعني هو عارف إزاي يواصل رسالته حتى من خلال حمار بالعام لأي حد أو ديك
أو اديك أو لبطرس. لبطرس. رب يقدر يواصل حاجة ليك، لكن رب يقول في واحد من الأنجيل هو قال لكن لما الابن الإنسان جاي هل هو هيلاقي إيمان على الأرض؟ هل يجد، هل عندما يأتي ابن الإنسان هل يجد الإيمان على الأرض؟ بمعنى حد اللي بيسمع وبيعمله اللي هو يسمع. بعد أي سريعة بعد ما الرب يكلم لينا، هو طبعا دايما بيفرق علينا، لكن هو هيشوف عملت ايه مع كلمة اللي انا اديك ليك، عملت ايه بي وبيقيس. شوف شخص بيسمع بيعمل ايه بكلمة اللي هو يستقبله، عشان الرب يقيس الناس في كل جيل باستمرار. هو بيجهز ناس أجل أورشليم الجديد اللي هينازل من السماء، هو بيغير ناس من أسلوب أي الطبيعة بتاع إنسان والفساد بتاعه لشخص مقدس في صورة الرب، شخصية مختلف. هو وقتنا مش عارفين الجدول بتاع الرب في أي وقت. حتى الرب يسوع قال أنا مش عارف ده في وقت معين، يعني بابا بس اللي يعرف. أيوة. لكن اللي مهم إن لما الرب يجي، لو هو بيجي في أي وقت أنا جاهز. هل أنت جاهز؟ هل أنت بتعمل اللي هو طلب منك؟ هل عندك تركيز مزبوط؟ سو تلات مرات في الحتة دي في آخر إصحاح في الكتاب المقدس، ها أنا آتي ها أنا آتي سريعا. لما أنت تسمع كلمة من الرب عليك سريعا في التعاون مع الرب في أي شيء هو عايز يعمل معك. كلام تاني اللي بيكرر في الحتة دي، الكلام النبوة الكتاب ده بالإنجليزي the words of the prophecy of this book، نبوة هذا الكتاب. okay. بالإنجليزي the words، المكتوب، هذا المكتوب في هذا الكتاب، أو بالإنجليزي بمعنى الكلام بتاع النبوي، النبوي كلام النبوة المكتوب في هذا الكلام كتاب. So يتكلم عن الكلام النبوة، ووعد إن رب يسوع نفسه بيقول الكلام اللي أنا بقول لكم. رب يسوع قال أنا بشهد لكم اللي أنا عارف، عشان أنتم ممكن تكون جاهزين. So بيقول في أداد ده بكرر أربع مرات في حتة بسيطة دي. واو. يلا نشوف أداد سبعة بيقول it says blessed is he who keeps أقوال نبوة هذا الكتاب. توبة يعني لمن يحفظ بيحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. أوكي. Now أداد تسعة الملائكة بيقول يوحنا أنا من ضمن الناس عبد معك ومع إخواتك اللي بيحافظ على كلامك الذين يحفظون أقوال هذا الكتاب. okay. so هو بسبب إن هو بيسمع كلام الكتاب ده هو في شكله غير عادي. ده وفي ناس تاني زي كده. يلا نشوف أداد عشرة. عدد عشرة don't seal it up، لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. وقت قريب تاني. اوكي. الرب قال دانيال
من هاي السفر بتاعه بيقول حاجة زي كده، اقفل الكلام ده عشان ده مش وقته، اختم الرؤية عشان الوقت بتاعه لسه ما جاش. لكن نيجي هنا بيقول بلاش بلاش اقفل ده، بلاش تختم عليه، بمعنى كلام بفكر فيه. لا تختم أقوال نبوة هذا الكتاب بسبب لأن الوقت قريب. الوقت قريب، الوقت جاي، الوقت ده الوقت اللي انت لازم نجهز نفسينا. يلا شكرا، هالي ويلكم. نعم، بعد كده برضو هو بيقول الوقت قريب، هالي يعني اللي هيعمل حاجات شريرة استمر فيه، اللي نجس استمر في النجاسة بتاعه. من يظلم فليظلم بعض، ومن هو نجس فليتنجس بعض، ومن هو بار فليتبرر بعض، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. يعني الوقت ده زمن فاصل، يعني عشان وقت جاي برضو اللي انت فيه انت فيه. يعني في سفر أمثال مش عارفة فين بالضبط، لكن بيقول بمعنى دي، لو الشجر وقع على شمال هيستمر شمال، لو وقع على لو وقع الشجر على هيكون في جنوب، خلاص لما وقع وقع وقعت وقعت اللي فيه تثبت على على وقعتها دي فيه. واو كلام صعب. So دلوقتي لما احنا حيين على الارض دلوقتي احنا جاهز نفسينا عشان لما الرب بياخد قرار ان وقتنا خلص، الحل اللي احنا فيه هيكون نوع الحل اللي انت تكون في الان، الحاله اللي هي تستمر للابد. يعني وقت ما الوقت يخلص الحالة اللي انت فيها هتثبت الى الابد. لو انت ظالم او ناجس او متبرر او مقدس، الوقت خلص يعني معناه وقت التغيير خلص، وقت الانتهاء خلص. مثالي وقت لا لا لسه أيوه. اوكي So, برضو ما يصير في فرق بين شخص بار وشخص مقدس. انت ممكن تكلم مع الرب في الموضوع ده. انت في مقدس بمعنى مقدس تماما للرب. يمكن يعني لما شخص خش او بدأت يخش في العلاقة الأحد وبدأ يكون مزبوط مع الرب عشان في العلاقة بالنوع اللي الرب عايز مع إنسان، لكن لازم في نمو في علاقتنا مع الرب. الرب عايز نحن نواصل للناس اللي فعلا مقدسين تماما، مش عشان نحن في يوم الأيام قلنا الوعود أيوة يا رب أنا ليك، لكن ناس اللي فعلا عايشين كلام اللي هم بيقولوا وبيكرس نفسهم فعلا تماما للرب. Let's see. Do not seal it. Barto في الأداد 18 بيكلم على الناس لكل من يسمع كلام يسمع ده. أقوال نبوة هذا الكتاب. Okay, now في في 18 بيقول بلاش تزود اللي انت سمعت. عشان انت تزود ده الحاجات صعبة اللي رب يعمل. إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. مش عايز وإن كان أحد يحذف من أقوال هذا الكتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، من شجرة الحياة صح؟ من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة. بيقول بالإنجليزي the tree of life، وفي ترجمة تانية من يأكل من شجرة الحياة.
الشجرة هي أجبني بسبب أنا شايف يسوع الشجرة هي الإنسان اللي بيدي حياة، إنسان اللي برضو إنسان والله في نفس الوقت وحيد اللي كان عنده إمكانية إدي حياة. بيقول في كتاب كورنثوس الأولى 15 الأول آدم كان آدم الأول was a living being كائن حي إنسان حي، لكن الآخر آدم الأخير هو a life-giving spirit روح معطي الحياة. إنسان هو الإنسان الوحيد اللي كان عنده الإمكانية يدي حياة في الروح. والروح حي فيك بيقدر يدي حياة لنفسك وجسدك في أي وقت، ولا حاجة صعبة بالنسبة للرب. لكن الكلام هنا بمعنى بلاش تغير كلام الله، وإحنا لازم نركز يا رب ساعدني أفهم صح وواصل كلامك صح لناس تاني. مش نغير أي حاجة في الكتاب ده. وبرضو نحاول نفهم كويس من قيادة الروح القدس عشان بنقدر نواصل حق الإعلان، إعلان مهم شهادة الرب يسوع نفسه بالأسلوب صح للناس اللي بيجي ورانا. كلنا استقبلنا حياة من ناس الجيل قبلنا اللي قبلنا، وعندي مسؤولية ندي حياة للناس اللي بيجي ورانا. ده موضوع مش حاجة جسديا، حاجة روحيا احنا عايزين نكملها. عايز احافظ على كلام مزبوط عشان مش عايزين نفقد حياة من شجرة الحياة، ولا فقد الدور بتاعنا في مدينة بتاعه، في ممكن أقول الأيلة كبير بتاعه، الأمم بتاعه. هو الناس مش مش بس موجودين، لكن عندهم أدوار ومهم وغالي لبعض، غالي للرب. المجتمع السماوي ملكوت الله على الأرض هيكون على الأرض، هيملك على الأرض كله. ناس اللي الرب جمعهم لنفسه ولبعض بالأسلوب إلهي عشان نميز الراد بتاعه صح وأعمله على الأرض إلى الأبد. إلى الأبد حياتنا على الأرض مش للوقت ده بس. لغاية ما جيت الرب هيكون في ناس مننا اللي هيموتوا جسديا لكن مش روحيا، لكن بعد شوية لكن إتنا حيين لسه. إبراهيم حي، شكرا يا رب. إسحاق حي، داود حي، موسى حي، إيليا حي وبيستنونا. والرب هي ربطنا مع بعض بالترتيب بتاعه هو، ترتيبات الإلهية. ده هيكون إلى الأبد، لكن حتى دلوقتي في إمكانية كل ما احنا نميز أكثر الرب عايز إيه، إزاي نعيش مع بعض بالأسلوب اللي ناس تاني ممكن يدو حتى من السماء في وسطنا. نعمة الرب كفاية لينا. الروسة الناس اللي بتاع الرب بالنشين فيه، ناس اللي مشي قدامنا اللي كاملين، بيقول يلا تعالي رب. الروح بيقول تعالي رب، انت بدور لي. الروح والعروس يقولون تعالي رب. إتنا من نشتهي
Is that the right word? We are eagerly longing. نحن نشتهي. الوحدة نعيش مع بعض في الأسلوب إلهي. هاليلويا. هاليلويا. أجل حدث. الرب وأجل نا الكلمة بالروح القدس. الناس رب إرسلينا الملائكة اللي رب يرسلينا بكلامه وتوجيهات اللي إتنا متقين عشان نعمل مشيته هنا على الأرض ديال وإلى الأبد. جميل. في سؤالين تسألوا. السؤال الأولاني إيه الفرق بين البر والتقديس؟ والسؤال الثاني ما هو دور الكنيسة غير الإيمان والصلاة من أجل الأحداث التي تمر بها البلاد؟ وإن كانت الصلاة قادرة أن تغير الطبيعة نثق في ذلك، لكن أقصد تحركات عملية يجب أن نفعلها. مش عارف نجاوب على طول ونخش على طول ولا ندي لكم فترة راحة. Maybe the first question once again. The difference between righteousness and holiness. البر والتقديس. ده اللي أنا حاولت أقول. أنا شايف البر بيدي لما شخص فعلا بدأ يخش في لقط له ويسمع الرب. وهو بيعلن إنه هو عايز يدي نفسه تماما للرب. ده اتجاه قلبه مزبوط. لكن لما إحنا نسمع توجيهات الرب ونستمر معه هو بيطلب حاجات مننا اللي لازم تغير أو بيحطنا في ظروف معينة اللي بيكشف حاجات اللي لازم تغير فينا. لما إحنا بنتعاون مع الرب القداسة حرفيا في حياتنا بدي يزيد. برضو إحنا متجين نفهم الله عايز إيه عشان فعلا يكون مكارسين لي، عشان لو في ظلمة لسه في أفكارنا وإتنا مش شايفين ومش فاهمين إيه لقلب الرب وهو عايز إيه، إيه اللي مهم. أنا يمكن عايز يكون مقدس لكن أنا لسه مقدس بسبب الظلمة اللي لسه على أفكاري وتشويش اللي لسه موجود في حياتي حتى لو قلبي عايز يكون كده. أوكي. لكن السؤال الثاني الدور بتاعنا، خلينا افكركم انه احنا دلوقتي على قناة يوتيوب اسمها ابناء الملكوت، ومحتاجين انك انتوا في وقت المناسب بتاعكم ترجعوا للحاجات اللي موجودة على القناة، لانه في اسئلة اجابتها تحتاج لتفاصيل كتير. خليني افكركم بسلسلة احنا بدأناها من اول ما قالوا في كورونا فيروس وهنعمل ازاي ومش عارف ايه، فابتديت اجاوب على الاسئلة الشائعة اللي حضراتكم ارسلتوها في 5 اجزاء. خليني بس اراجع معاكم ال5 اجزاء دول، هتلاقيهم برضو على قناة الملكوت ابناء الملكوت. كانت الجزء الاولاني هو ازاي نخضع للسلطان وايه الفرق بين الخضوع للسلطان والحكمة التي فوق والإعلام والشائعات وكلام الناس. فقلنا ببساطة قوي إن إحنا نخضع للسلطان اللي كان بيقول في الوقت ده نقفل الكنائس ونقفل الاجتماعات وما نجتمعش مع بعض، وكان في ناس مش فاهمة ده إيه. قلنا ده لابد إن إحنا نخضع لهذا الأمر لأن الناس دول بيعملوا لصالح المجتمع كله، لكن ما نخضعش للإعلام والشائعات. للإعلام والشائعات مش هما سلطان مرتب من الله، كلام ناس. فلابد ان احنا نميز ايه اللي الرب بيقوله حتى من خلال الكلام الناس ده وايه اللي الرب ما بيقولهوش. فدي برضو اسئلة جاوبناها وكانت حساسة جدا في الوقت ده. لغاية دلوقتي بتشوف ان في ناس بيروحوا بيمشوا في الشارع عادي ويروحوا اماكن ويخرجوا عادي. عايز اقول ان ده ضد الطاعة والخضوع للسيستم اللي بيقول يا جماعة
ده في فيروس قاتل ومش محتاج ان احنا نتقابل مع بعض وما نستهينش بده. فناس بيعملوا الخيرنا. استغرب قوي ان في ناس بتخرج وبتعمل حياتها من غير كأن الكلام اللي بيتقال دوت مش مسموع، فده ما يكونش من ابناء الملكوت. لكن في نفس الوقت ما نمشيش مع الهيصة اللي يقعد يشتروا حاجات من السوبر ماركت ويخزنوها وخوفهم لا نخافه جدا. ارجع للحتة دي هتلاقيها موجودة في القناة بتاعت أبناء الملكوت. أما الجزء الثاني كان بيتكلم يا ترى إيه هي رسالتنا في هذا الزمان. وأنا عاوز أراجع تاني إن رسالتنا هذا الزمان هو إن هذا الزمان هذا هو الوقت الذي صنعه الرب لنفرح ولنبتهج به. صحيح في وباء، صحيح في ناس بتعيا، صحيح في ناس بتموت، صحيح في اقتصاد بلاد وحكومات بيهتز، لكن ما ننساش اللي الرب قاله في رومية 8 ان كل الاشياء تعمل معا للخير، بس بشرطين لازم ناخد بالنا ايهم الشرطين. الشرط الاولاني الذين يحبون الله، والشرط الثاني المدعوون حسب قصد. الناس اللي محبتهم لله مش كاملة وقصد الله مش أساسي في حياتهم، أنا ما أقدرش أضمن لهم أن كل أشياء تعمل معا للخير. طيب إيه بقى اللي إحنا مفروض نقوله؟ ديت هنبتدي بنعمة الله سلسلة تانية عن الحياة بعد فيروس كورونا. لو تلاحظوا الفيروس زعزع الدنيا، قلب الدنيا، غير حاجات كتير. عشان بس هنغير الانترنت فهنقفل لمدة 5 دقايق بالظبط وهنرجع لكم لايف تاني. 5 دقايق راحة وبعد كده هنرجع تاني عشان بس نغير الانترنت. 5 دقايق ونشوفكم. باي باي.